هذول يا شباب هذول يحلى بها رمضان شبابنا معنا نحيا الهنا معنا نرسم طريق الخير ومكة تجمعنا ومكة تجمعنا بكل وفاء وسلام. شوف اسمع ترى ما نفاضي انا ما نفاضي على الاقل قدرين 8 ساعات وين بالدوام مو هو بشغلي ابوي امي خالتي ترى مو بشغلي اقول تقلعي تقلعي استغفر الله العظيم. السلام عليكم يا بدر. استغفر الله العظيم. بدر خير عسى ما شر يا بدر. ترى ما حد فايق لك انتبه استهدي بالله يا بدر صلي على النبي يا بدر. اللهم صل عليك يا رسول. ايش بك ايش اللي مزعلك قل لي. احمد ورحمه والدينك توكل على الله. طب هل هو نفس الموضوع زوجتك؟ هي زوجتي انا خلاص اقفلت معي اقفلت معي 3 مرات محكمه ارجع محكمه الى متى يا احمد؟ لا حول ولا قوه الا بالله لا حول ولا قوه الا بالله. هذا بدر من معرفته في الشغل صفر. هو دائما مشاكل مع زوجته ايش اسوي معه 8 سنين على هذه الحال. يا رب يا رب الهمني حل عشان اقدر اساعده يا رب. محمد اي والله محمد في جمعية مراكز الاحياء خلينا ادق عليه هو عنده خلفية عن الموضوع ده اظن عندهم حاجة زي كذا يصلحوا بين الناس حاجة زي كذا. الو السلام عليكم. صباح الخير حبيب محمد. الله يسعدك ويرضى عليك يا غالي طمني عنك. يا حبيبي انا اللي صباحي زان بصوتك الله يكرمك طمني عنك ان شاء الله بخير. يسعدك ربي يا غالي. اقول لك ابو حميد ما اطول عليك ابغى دقيقه من وقتك اذا ممكن. الله يكرمك يا رب. انا احتاجك في خدمه. عندي واحد من الشباب عنده مشكلة مع زوجته وأنا أفتكر أنه أنت شغال في جمعية مراكز الأحياء اللي في مكة وفي في قسم مختص بموضوع الإصلاح بين الرجل وزوجته وإصلاح ذات البينة وحاجة زي كذا. أيوه بالضبط. أيوه والله 8 سنين على هذه الحال. الله يكرمك. طيب تقدر تقدر تمرنا أو أقدر أتقابل معاك أو أرتب معاه لقاء؟ يا رجل الآن حتجينا؟ الله يكرمك ويرفع قدرك ويكتب اجرك يا غالي. طيب يا سيدي الان ثواني وارسل لك اللوكيشن على الواتساب. يلا يا سيدي مع السلامه. مع السلامه يا غالي. يا سلام يا سلام. يا رب ضاقت ولما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت اظنها لا تفرج. احمد هلا هلا يا مرحبا طيبين. يا مرحبا ابو حميد كيف امورك؟ الله يخليك طمنا عنك. احوالك ما شاء الله تبارك الله عليك. الله يخليك. اللوكيشن جابك على المكان على طول على طول. كيف امورك؟ الله يرضى عليك. طمنا عنك. اخبارك؟ الاهل كلهم طيبين مقصرين معاكم سامحونا. ابد 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 الله يكرمك. ما منك اي قصور. طيب يا سيدي كيف عملكم؟ والله الحمد لله. شوف يا غالي انا ما اخفيك هذا بدر صاحبنا من فتره طويله هو على الحال اللي قلت لك عليه وقد ما حاولت اصلح بينه وبين زوجته ما قدرت فقلت خليني اكلمك وانتوا اهل الاختصاص يمكن تقدروا تلاقوا له حل. شوف يا حبيبي يا احمد في مركز اصلاح ذات البين تجينا كثير من الحالات. جميل. وبفضل الله دائما تكون النتيجه ايجابيه. ان شاء الله ما اقصر وباذن الله ان الموضوع خالص ومنتهي. طيب انا استاذن ابى اخلص شغل الاهل وانت عاد معاك بدر وان شاء الله باذن الله انك تفضل. تفضل تفضل الله يسعدك. ضروري انتقل الليله باذن الله. الله باذن الله. السلام عليكم. السلام. قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وقال صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحتى نفس صغير
بدر الرحمن.